السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح. صحفتوركم. أول شيء، فيديو اليوم من لم يربح منه فهو الذي لا يريد الربح من الإنترنت أو لا يريد العمل في الإنترنت، الجميع سيربح. استغل هذه الفرصة، موقع جديد وطريقة جديدة للربح لم تشرح من قبل. فقط تابع معي وستحقق الأرباح، ولو كنت مبتدئ من صور فقط ستحقق أرباح. من لم يحقق أرباح فالعيب فيه إخواني، لأن هذه هي أسهل طرق لتحقيق أموال خرافية. تبقى منك الجهد والتعب. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أيضا إخواني، من استفاد من هذا الفيديو وأعجبه المحتوى الذي نقدمه فيدعمنا بالضغط على زر لايك، وأي تعليق أنا أجيبه، أي تساؤل أجيبه. ومرحبا بالمشتركين الجدد، أرجو من كان مشترك جديد فليكتب تعليق بأنه انضم إلى القناة الخاصة بنا أو قناتكم الخاصة بكم. تجدون كل طرق الربح من الإنترنت في هذه القناة. الجديد إخواني في هذه القناة، أظن أن هذه هي القناة الوحيدة في المحتوى العربي التي تأتي بالجديد. ثم تجدون متابعين لديهم قنوات كبيرة إخواني، عندما يدخلون إلى هذه القناة يأخذون الشروحات منها ويشرحونها في قنواتهم. هذه طريقة عادية، أو المهم أن تنتقل المعلومات إلى كل العرب ويستفيدوا منهم. لأن كما لاحظت إخواني أن الأجانب لماذا يربحون؟ لأنهم يعملون، عندما يجدون طريقة يشرحونها ويطبقونها. نحن إخواني نقوم بمشاهدة طريقة ولا نعمل بها. عندما تشاهد أي استراتيجية جديدة، نصيحة مني، اعمل بها لمدة أسبوع فقط وإن شاء الله ستحقق. إن لم تحقق دعها، مع الوقت ستحقق لك. فمجال الربح من الإنترنت إخواني عبارة عن استغلال فرص. تعمل في هذا الموقع وفي هذا الموقع، استراتيجيات الأفيليات، اليوتيوب، البلوجر، المواقع الجديدة. المهم أنك تعمل في جميع المجالات وتستفيد من كل مجال شيء صغير تحتاجه في الوقت القادم. نتوجه للشرح. أول شيء كما قلت لكم، موقع جديد سنربح منه فقط عن طريق صور بسيطة. هذا الموقع إخواني يتحصل على زيارات تصل إلى 2 مليون و200 ألف مستهدفة. ما معنى مستهدفة؟ يعني يحتاجون هذه الخدمات. هذا الموقع إخواني يقوم ببيع الويب سايت، تامبلت، البلوجين خاصة بإضافة ووردبريس، الجرافيك، ديجيتال ماركت بليس. يعني إخواني هذا الموقع عبارة عن بيع البرودكت، ديجيتال برودكت، سواء كانت HTML مثل قوالب البلوجر، الووكوميرس خاصة بمتاجر إلكترونية، باوربوينت خاصة بالتعليم، وأيضا شروحات سيرفيس، يعني خدمات أخرى. وهنا أيضا شوبيفاي، عفوا، متاجر شوبيفاي والورد بلاس. نحن في هذه كما نشاهد الشخص، هذا الشخص كم حقق من مبيعه في هذا الخدمة التي يقدمها، 95 دولار. شاهد كم من أرباح تحصل عليها، 16663 في 95. المهم الكثير من الأشخاص يربحون من هذا الموقع المنتشر في عند الأجانب. لماذا لا نربح به إخواني؟ لماذا لا نربح به نحن العرب؟ فقط ينقصنا التجريب، وأيضا تجد أشخاص عرب يعرفونه ويحتكرون هذه المواقع. لذا تواصل معي شخص، في صديقي في القناة، بتعليقين: من أين آتي بالشرحات؟ أخي أنا أتحصل بالشرحات في البحث في منتديات أجنبية منذ القدم، تسجلت فيها الكثير الكثير. فقط ابحث في جوجل ستجد منتديات، فقط ينقصك اللغة الأجنبية الإنجليزية لكي تفهم على ماذا يتحدثون، ويجب أن يكون التسجيل الخاص بك قديم. يعني لا تدخل إلى منتدى على أساس أنك ستروي شيء أو شيء، ستدخل وكأنك ستستفيد، تبحث، تسأل. المهم هذه الطريقة التي آتي بها بالشروحات الحصرية. نتوجه إلى كيف سنربح من هذا الموقع الذي تحصل على مليونين زائر مستهدف. الأجانب يشترون من هذا الموقع بأثمان باهظة وأيضا يدفعون. نحن لا نحتاج خبرة في هذا الموقع، لأن ما نحتاجه فقط من صورة نسخ لصق. سأريك الطريقة بالتفصيل كيف ستربح. أول شيء، هذا الموقع يقدم خدمة جيدة يحتاجها أشخاص كثر. تتوجه إلى هذه الواجهة من هنا، تضغط هنا وتضغط على جرافيك، ثم تأتي إلى ريزومي تامبلت. عند الضغط على ريزومي تامبلت كما تشاهدون، عبارة عن هذه الريزومي تامبلت، يعني شيء أجانب أو أشخاص يحتاجون إلى صفحة خاصة بهم. تجده أستاذ طبيب يريد إنشاء مثل مثلا هذه الصورة الخاصة به وبعض المعلومات
الخاصة به، يضعها في لكي يطبعها في مواقع الطباعة ويقوم بالعمل عليها، يعرف بنفسه المعلومات وكل شيء. يعني هنا لكي تفهم الخدمة، شاهد هذا الشخص يقدم هذه الخدمة، الجميع يربح منها إخواني، سواء مبتدئ أو محترف. هنا هذا الشخص $10 حقق 55 مبيع، يعني $550. هذا الشخص أيضا $329، عفوا 329 في 10 يعني 3290، وهذا الشخص 13 إخواني. يعني شاهد أشخاص كثر يبيعون في 25 مبيعة، شاهد كم الأرباح 325. جميع من يقدم هذه الخدمة نسخ لصق يقومون بالربح من هذه الخدمة. هذه الخدمة تستطيع مثلا الضغط على open لتشاهد الديتالز، فقط يقدم لك بعض المعلومات، أنت ستحمل الصورة كما تشاهدون هكذا في هذا الموقع عن طريق ملف PDF أو صورة، وهناك كما تشاهدون المعلومات وكل شيء، تقوم بعملها مثلا هنا صورة الشخص والمعلومات سيقدمها لك وأنت تضعها في هذه الصفحة نسخ لصق. دعنا من هذه، شاهد هنا إخواني عندما يتواصل معك تستطيع الضغط على الداونلود تحملها لتشاهدها. فهذه عبارة عن الخدمة التي يقدمها بدون تعديل، أنت عندما يتواصل معك الشخص يعطي لك المعلومات صورة خاصة به لتنشئ له صفحة مثل هذه الصفحة. من أين سنأتي بهذه الخدمة الاحترافية؟ لا تقلق، قلت لك المبتدئ لا يعلم أي شيء في الإنترنت سيربح من هذه الطريقة، لا تعرف اللغة الإنجليزية ستربح من هذه الطريقة. المهم شاهد يقدم العديد من التطورات مثل هذه الخدمة 79 79 19 11. جيد، فهمنا أننا سنربح من خدمة ريزومي تامبلات، معلومات عن شخص في ملف PDF أو في الصورة. بعدها إخواني لدينا هذه الخدمة السهلة، شاهد أشخاص تنضموا منذ شهر أو شهرين تجدهم يحققون 9 مبيعات، يعني $90، هنا 122 مبيع، يعني كل الأشخاص الذين قدموا هنا يحققون مبيعات، هنا 4 مبيعات، هنا مبيعة واحدة، هنا 851، يعني كل الأشخاص قاموا بتحقيق مبيعات ولو مبيعة واحدة، وشاهد 67 صفحة. يعني عند ستذهب هنا آخر صفحة ستجد أشخاص أيضا أظن أنهم حققوا، تجد أشخاص منذ قليل انضموا أو منذ يومين، خدمات خاصة بهم. عندما تدخل في بداية الأمر كنصيحة قم بإنقاص ثمن، فقط قم بعمل الخدمة بستة أو $7 ستحقق مبيعات. هنا ستنضم شاهد أشخاص كثر انضموا إلى هذه المبيعات، نحن أيضا سننضم ونحقق إن شاء الله مبيعات. شاهد هذا الشخص $10 حسب الخدمة التي يقدمها، شاهد الصورة تأتي له بمبيعها، هنا تحصل على مبيع هنا كما تشاهدون. الآن فهمنا طريقة العمل في هذا الموقع، يكفينا فقط لكي تعمل في هذا الموقع بطريقة بسيطة ليس مثل فايبر، تضغط فقط على ستار سيلينج كما تشاهدون. عندما تضغط على ستار سيلينج ستجد أن هذه الواجهة أو هذا الموقع لديه 2 مليون في الشهر زيارة، وقام بكتابتها هنا لأنها تمشي مع الوقت إخواني تزداد تصل إلى 4 مليون 5 مليون. لماذا؟ لأنهم الأشخاص يريدون كسب الأموال لذا ينضمون إلى هذا الموقع become an author. هنا ما ستأخذه من هذا الموقع أنك تستهدف 2 مليون ممبر شخص وهاي كوميشن رات يعني أرباح جيدة وسامبل برودكت، طريقة الرفع سهلة وطريقة تقديم الخدمة سهلة وست يور وان بي اس. هنا يكفيك الضغط على ستار سالينك هنا على هذه الأيقونة، بعدها يكفيك تسجيل بالإيميل أو بالفيسبوك أو بوضع الإيميل والباسورد. أنا سأتسجل مباشرة بالجيميل الخاص بي وأعود إليكم بالضغط مرة فقط. بعد التسجيل بالإيميل مباشرة ظهرت لي هذه الواجهة كما تشاهدون، تسجيل مباشر بطريقة بسيطة. الآن كيف سنعمل وكيف سنحقق الخدمة الخاصة بنا؟ هنا عندما تظهر لك هذه الواجهة إخواني يكفيك الضغط على هذا الخيار هنا become an author، تضغط عليها وتعلم على هذه الخانة يعني توافق بالشروط الخاص بهم، أضغط على يجري. بعدها إخواني آتي إلى هنا وأضغط على select a product category، تابع جيدا. هنا أبحث عن الخدمة التي أقدمها resume هكذا template، ظهرت لي
ريزومي تمبلت اضغط عليها وهنا لا تحدد هذا الخيار I want to upload this product as free عندما تضغط عليه ستقدمه مجانا نحن نريد أن نتقاضى أرباح عليه إذا أضغط مباشرة على النكس بعدها إخواني كما تشاهدون هنا your name والproduct name والdescription والtopic دعنا من كل هذه الخيارات فهي سهلة جدا أيضا تستطيع الضغط على فايل لتحميل الملف نعود الآن من أين سنأتي إلى الملف الخاص بنا وكما قلت لكم أنه للمبتدئين وبدون خبرة فقط نسخ لصق دعنا من هذه الصفحة بعد وصولنا إلى هذه الصفحة نعود إلى الموقع الذي نحصل عليه بكل شيء مجاني هذا الموقع كريلو فهو موقع جيد وخرافي فيه آلاف الديزاين كما تشاهدون هنا ريزيمي أيضا الكثير من تمبلات منافس لموقع كانفا أيضا تستطيع العمل بموقع كانفا لكن أنا اخترت هذا الموقع لماذا إخواني فهذا الموقع أيضا لديه زيارات كما تشاهدون 2.8 مليون إخواني زائر شهريا لذا فهذا الموقع إخواني فيه تصاميم وأيضا أشياء وكأنها بريميوم إخواني في كانفا تجدها بريميوم لذا أنا أختار لكم هذا الموقع للعمل عليه يقدم فيسبوك بوستر لمن يريد تقديم هذه الخدمة في خمسات في أي موقع فايفر وأنستغرام ستوري بانترس جرافيك لوجو كل شيء هنا إخواني مجاني نحن ما يهمنا إخواني والخدمة الخاصة بنا تقوم بكتابة فقط ريزيمي هكذا وأضغط على بحث بعد الضغط على البحث سأجد آلاف ريزومي تمبلات أنزل إلى الأسفل شاهد إخواني أنواع كثر وجديدة كما تشاهدون اختيارات تصاميم جيدة خرافية إخواني فقط قم بالنزول إلى الأسفل وكما ستشاهدون أنها احترافية شاهد إخواني هنا احترافية منذ قليل تصفحت هذا الموقع إخواني هذا الموقع موقع تمبلات مونستر وجدت هذه الخدمة كما تشاهدون هذه الخدمة هنا في كريلو هذه وجدتها ب 19 دولار وهنا مجانية كما تشاهدون هنا يعني آلاف تمبلات إخواني اختار فقط أنت إن لم تكسب فالمشكلة تكون عندك إخواني شاهد هذه التمبلات احترافية مثلا هذه أضغط عليها بعد الضغط عليها كما تشاهدون أظنها بسيطة وأيضا احترافية أستطيع النزول أسفل أجد الريزومي التي تشبه كما تشاهدون similar template التي تشبه هذه التمبلات أو هذا التصميم أضغط على use this template عند الضغط على use this template إخواني يجب عليك التسجيل sign up أو login ومن الأحسن أن تسجل إخواني لكي تبقى التصميم الخاصة بك محفوظة للتعديل إخواني فقط يكفيك الضغط مثلا أنا أريد شخص يرسل لي المعلومات الخاصة بي أستطيع التكبير هنا لكي تعمل باحترافية مثلا هنا الصورة الخاصة بي أستطيع وضع الصورة هنا مثلا يعطي لك المعلومات التي تريد أن تضعها المعلومات تقوم نسخ ولصق تقوم بكتابتها هنا أيضا هنا أيضا هنا كما تريد إخوان هنا أيضا تستطيع وضع المعلومات التي يريد أي شيء الويب سايت الرقم الهاتف الخاص به كل شيء مثلا في حالة مثلا هنا مثلا الشخص أرسل لك الاسم تضغط مرتين أو هكذا تحدد كل شيء وتقوم بكتاب مثلا الاسم الذي نشرح به جون بيس مثلا أو ماديسون أو أي شيء مثلا فقط هذا اسم للشرح فقط إخواني أقوم بالشرح فيه جيد هكذا أستطيع التكبير من هنا والتعديل كما أريد هنا أستطيع سحب كما أريد إخواني وهنا مثلا أريد كتابته بحرف كبير أضغط هنا جيد وهنا مثلا حرف كبير أيضا جيد وهنا الصورة مثلا أرسل لي الصورة خاصة به ولنفرض أنه أرسل لي الصورة هنا فقط إخواني مثلا سأقوم بالبحث هنا في الموقع أقوم بكتاب بيزنس مان رجل أعمال هنا ستجد في الصور نبحث في الصور أقوم بنسخ هذه كوبي أبحث إلى الصور وأضغط على باست وهنا سيأتيني كل شيء أضغط على بحث في الصور ننتظر قليلا شاهد إخواني الكثير من الصور تستطيع أخذ أحد الصور منها مثلا هذه الصورة
سأختار أحد الصور ولنفرض هذه الصورة، أضغط عليها هنا كما تشاهدون ظهرت لي هكذا. أستطيع التعديل، نعم أستطيع التعديل من هنا هكذا، وهنا أقوم بحذف هذه الصورة بالضغط على هذا الخيار كما تشاهدون هكذا، جيد، وأقوم بوضع الصورة هنا مباشرة تظهر بطريقة بسيطة كما أريد التعديل، أعدل كما أريد. هنا أستطيع سحب الصورة هكذا، جيد، وهنا المعلومات مثلا أي معلومات يرسلها لك تقوم بكتابتها. مثلا هنا قمنا بالبحث، مثلا أرسل لي صورة خاصة بالعمل، أقوم بنسخ هذه الكلمة مثلا بيزنس مان كما تشاهدون، أوكي. أي معلومات يرسلها لك تقوم بوضعها هنا. بعد الانتهاء من التعديل على المعلومات التي يرسلها لك تقوم بوضعها نسخ لصق، تكبير، تبديل، مثلا تريد تغيير اللون أو أي شيء، تريد تغيير اللون فقط تضغط هنا مثلا على الباك جراوند وتقوم باختيار أي لون تريد، مثلا هنا أزرق، مثلا بنفسجي، أحمر، كما تريد، يعني التعديل كما تريد أخي أختي. ولنفرض أنني سأضعها مثلا في هذا بهذا اللون، أظنه جيد. بعدها يا إخواني أضغط على داونلود وأقوم بتسجيل، يجب عليك تسجيل لتحميل وحفظ الأعمال الخاص بك. أنا لدي حساب أقوم بالدخول إليه وأعود إليه. بعد التسجيل في الموقع يا إخواني كما تشاهدون هنا عند الضغط هنا الحساب الخاص بك هنا، عملك كله هنا، سنختار الفورما بي دي اف أو جي بي جي أو بي ان جي كما تريد، أضغط هنا على داونلود، يتم التحميل مباشرة، وأيضا لديك الرابط للعمل الخاص بك تستطيع التسويق له. عندما تنتهي إخواني ماذا تفعل؟ بالطريقة البسيطة تعود إلى الموقع الذي تعمل عليه تمبلت مونستر وتقوم بالتوجه إلى فايل وتقوم بتحميل الملف هنا وتملأ المعلومات ديسكريبشن وأي شيء. عندما يتم انتهاء كما تشاهدون تم الانتهاء تنزيلها، أعود إلى الموقع ببساطة، أضغط على هذا الخيار وأقوم بتحميل الملف الخاص بي، مثلا هنا أجده في تحميلات، هذا هو الملف، أضغط على أوفرير، يتم التحميل هنا فورما زيب، يجب أن نضعه بالفورما زيب، جيد، أضغط هنا فقط، أعيد الكرة، أضغط على أكتياليزي هنا، عفوا زي الفأرة الأيمن، وأضغط على أجوتي وينرار أو زيب، أضغط على أوكي، الآن أضغط عليه وأعلم وأضغط على أوفرير، يتم التحميل، هنا بريفيو أد إيماج، أد يور إيماج، هنا فايل بي دي إف أبلود. بيرسونال ايماج، اد ايماج، هنا الاعمال الخاص بك، مثلا ساقوم بتحميل الصور فقط هنا فقط اخواني كما تشاهدون، انا حملت هذا الملف وين زيب كما تشاهدون 25، اقوم بتثبيته بالطريقه العاديه، هو يثبت لانني ساحتاجه في العمل اخواني، اضغط هنا على التثبيت، ساترك لكم رابط تثبيت هذا البرنامج. بعدها اخواني نحتاج الى بعض الصور، نعود الى موقع هذا الموقع اخواني، اضغط على يوز تمبلت هنا موقع كريلو، واضغط هنا اخواني على تحميل الملف ايضا بصور لكي يشاهدها الاشخاص، هنا اضغط على داونلود. بعد التعديل اخواني اضغط على داونلود هنا، انتظر قليلا فالانترنت ضعيف اليوم، واختار مثلا جي بي جي، اضغط على داونلود، انتظر، لماذا؟ لانني ساضعها هنا في الاسفل، هنا اضع الفايل، الفايل هنا اخواني، عفوا هنا اضغط هنا على الفايل، الفايل هنا اقوم بتحميله على صيغه وين زيب كما تشاهدون، انا احمل الان البرنامج هنا، وايضا هنا الصور كما تشاهدون ساقوم بوضع الكثير من الصور هنا، اضغط على اد ايماج واختار هذه الصوره، جيد، اوفرير، هنا المقاييس سنقوم بتعديلها 600 في 600، اضغط على التعديل كما تعودنا، المتابعين يعرفون طريقه التعديل على اي صوره بالضغط على زر الفاره الايمن هنا، هنا فقط يكفيك الضغط على زر الفأرة الأيمن موديفي، نقوم بوضع المقياس 600 في 600 لأن الموقع يضع هذه المقاييس إخواني، لماذا؟ لأنه لكي تظهر الصورة بكامل جودتها، أضغط على هذا الخيار ثم هنا بيكسل ثم أعلم هنا وأقوم بكتابة مثلا 600 وهنا أيضا 600 وأضغط على أوكي، جيد، أضغط على حفظ هنا لكي تشاهد أخي فقط هنا، أضغط على حفظ، جيد، تم حفظها، أخرج من هذه الصورة، أضغط عليها أوفرير، يتم إضافتها كما تشاهدون بالشكل هنا، تستطيع إضافة صور الصور هنا. بعدها إخواني البرنامج عندما يتم تثبيته سأعود إليه هنا إخواني. بعد تنزيل هذا البرنامج سأترك لكم الرابط، تستطيعون الكتابة فقط في جوجل
على اسم البرنامج وتقوم بتحميله، سيظهر لك هكذا. تعود إلى الملف بي دي اف الخاص بك، هذا هو الملف بي دي اف، تضغط على زر الفأرة الأيمن وهنا أجوتي، هذا الخيار الثاني أجوتي ريزيمي، كما تشاهدون يظهر لك الملف مثل هذا الملف. أعود إلى الموقع، هنا الموقع، هنا أستطيع أول شيء هو الفايل، كما تشاهدون الفايل نيم مثلا، سأقوم بكتابة ريزيمي تامبلات، ريزيمي هكذا، وهنا برودكت، عفوا هنا اليوزر نيم، أقوم بوضع البرودكت نيم هنا تامبلات، وهنا اليوزر نيم أي شيء إخواني، مثلا سأضغط على جون بيس هكذا، وهنا التوبيك دعنا منها، الديسكريبشن سأريك ماذا ستفعل، هنا الفايل أضغط على كليك تو شوز يور بروجكت زيب فايل، أضغط عليها وأحمله من هنا، يتم تحميله كما تشاهدون، يبدأ العد، فقط الفورمات هنا تم تحميلها، وهنا أد إيماج أضغط على الصورة، أضيف نفس الصورة. أستطيع إخواني هنا في موقع كريلو تحميل الكثير من التامبلت، مثلا أعود هنا إلى التامبلت وأختار الكثير من التامبلت، أقوم بتحميلها ليفهموا أنني أستطيع إنشاء الكثير من التامبلت، مثلا أضغط على داونلود هنا هكذا وأحمل صورة جي بي جي، جيد، أنتظر إلى أن يتم تحميلها، وأقوم بتحميل الكثير من التامبلت وأضعها هنا في اد ايماج، شاهد الصورة ماكسيمو ريزوليشن 1600 × 1000، اضغط على اد ايماج كما تعودنا واقوم بتعديل الصورة هنا موديفي 1600 اعتقد هنا 1600 × 1000، جيد 1600 اقوم بتعديلها من هنا وايضا من هنا اقوم بكتابة 1600 × 1000، جيد هكذا فقط ببساطة، أضغط على أوكي وأضغط على حفظ في الأعلى، جيد أقوم بالخروج، أعود هنا أد إيماج، أقوم بتحميل هذه الصورة، تم تحميلها، وهنا أستطيع إضافة صور أخرى، أضغط هنا فقط وأقوم بتحميل الصور التي حملتها مثل هذه الصورة، هنا الصورة يجب أن تكون 1900 × 1200، 1900 × 1200، أقوم بتعديلها، أضغط هنا مرة أخرى، أضغط على 1200. هنا إخواني كما تشاهدون حملت صورتين فقط، والمقياس كما تشاهدون ستجدونه هنا، بعدها أبلود بروفيشنال إيماج، أستطيع وضع أي صورة، جيد هكذا، أبلود بريزنتاسيون أيضا سأضغط على هذه هنا 1600، المقياس 1600 ماكسيمو 800 × 1600، تستطيع وضعها. بعدها إخواني ماذا أفعل؟ هنا كل شيء جيد، هنا دعها كما هي. بعدها إخواني الثمن، تستطيع اختيار الثمن هنا، اختيار أي ثمن، 8.45 بما أنني مبتدئ، وهنا الديسكريبشن أو الكومنت، هنا نرجع إلى الديسكريبشن، الشيء الأهم إخواني وهو في الديسكريبشن أنك تعود لتصفح إحدى الخدمات للأشخاص، مثلا هذه الخدمة لهذا الشخص، أقوم بإلساق التايتل هنا، التايتل هنا كما تشاهدون باست، جيد، وهنا الكاتيجوري إخواني ديزاين فوتوغرافي هكذا، هنا إخواني أختار ديزاين كما تشاهدون هكذا، وأيضا تومبلات، جيد تومبلات، بعدها أو أيضا الجرافيك، الأشخاص الذين يبحثون عن الجرافيك هنا، جيد الديسكريبشن، تبقى فقط الديسكريبشن، سأقوم بإعادة صياغة هذا الديسكريبشن في الأسفل لهذا الشخص، هذا هو الديسكريبشن، أضغط هنا كوبي، أتوجه إلى موقع كيلبوت إخواني، شرحته في الكثير من المرات، يجب أن تستعملونه، فأضغط على إعادة صياغة لهذا الديسكريبشن فقط، تم إعادة صياغة للديسكريبشن لهذا الشخص أو أي ديسكريبشن يعجبك، تستطيع إعادة صياغة، أضغط على كوبي، أعود للموقع أقوم بوضعها، أنا أشرح بالتفصيل لكي لا تجد صعوبة في العمل إخواني، جيد، هنا بعدها التاكس، من أين سآتي بالتاكس؟ فقط أعود إلى هذا الشخص الذي تصدر الخدمة، نتائج البحث، أقوم ب
التاكس كما تشاهدون إخواني أقوم بنسخ هكذا إلى غاية هنا فقط. أعود هنا إلى الموقع أقوم بوضعها في التاكس، فقط يجب أن أقوم بوضع الفواصل وأعود إليكم، فاصلة هكذا هكذا إخواني وأعود إليكم. هكذا إخواني قمت بوضعها في النوت باد ووضعت الفواصل، بعدها أقوم بوضعها هنا في التاكس. جيد، أضغط على باست. جيد، هنا فقط يحتاج القليل من التاكس هنا. Please only little number. هنا لكي يتم قبول التاكس الخاص بك فقط ضع 12 تاكس إخواني أو 11 كما تشاهدون. بعدها كل شيء جيد. الديسكريبشن هنا، الصورة كما تشاهدون وضعنا الصورة، الثمن، كل شيء جيد. الآن اضغط على صاف أند أبلود، وهنا تقوم بوضع الخدمة الخاصة بك هنا فقط. أرجو أن تستفيدوا من هذه الخدمة وأيضا تدعمونا بالضغط على زر لايك. أي تساؤل أو لم تفهموا أي شيء فقط قوموا بإعادة الفيديو. إن لم تجدوا حل فقط تواصلوا معي في الكومنت سأجيبكم إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.